Flash Sport. صباح النور، اهلا وسهلا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، اذاعه الالعاب الاولمبيه والاخبار الساره اللي ان شاء الله اليوم تجينا في السهره 8 متاع الليل، 8 زيد شويه دقيقتين، من خلال السباق المنتظر، سباق 800 متر اللي شارك فيه احمد الجوادي من غير ما نعليه، وبطبيعه انه الامل باش يكون كبير وانه ممكن يتحصل على ميداليه. الامكانيه موجوده، لكن اللي موجودين معاه الكل كبار، اللي موجودين معاه كلهم ابطال. يكفي باش نقول فينك، يكفي باش نقول ايضا غريغوريو بالترنيري الإيطالي، ريلاندي أيضا، دانيال ويفن اللي كمل الأولاني في السيري وكمل الأولاني حتى في السباق، وينينغتون الأسترالي، وشوارتس الألماني بخلاف ديتوليو الإيطالي اللي موجود مع الجوادي اللي كان معاه حتى في السيري متاعه، هي كانت أحسن سيري ترشحوا منها 4 على 8. اليوم باش يكون أحمد الجوادي في الرواق رقم 5، إن شاء الله عينيه علي معاه على اليمين 4، باش يكون ويفن ووينينغتون باش يكون 6، ما يخليهمش بطبيعة يسبقوه، بالتاكيد عنده الامكانيات اللي ان شاء الله توصلوا كما قلت من علي وش البار برشا، نستناو ميدالي علاش لا بالنسبه لاحمد الجوادي. كل الاخبار وكل المشاعر الساره بالتاكيد تاتينا من باريس مع زميلي العزيز زياد الخياري. صباح النور زياد. شو حوالك؟ صباح النور من باريس نجوى، تحيه للفريق الكل اللي معك، ربي فضلك عندنا مع شهر جويلية نجوى الروح الاولمبيه، واكيد من القمودي للملولي للبوبكري للغريبي الجوادي الحفناوي يعني الجنوبي بخلاف الال بخلاف الال اللي قالوا لك زملائي في اذاعه شباب بطبيعه فوزي ووفي نحييهم، حتى الليتخ اي زاد في الاخر يذولي عندها دورها اللي توفى بليا عندها روح هذيا لا وفي فوزي كانوا معايا منذ قليل نجوى الجوادي، معناتها انا شفت العومه البارح في الارينا ديفونس في باريس للمسبح مش عادي اولمبي، معناتها كمل في ال 400 تاسع في العالم في الاولمبياد، معناتها في الريتم في التيمبو عالي جدا. اليوم باش يدخل مع الكلوب اولمب هذايا معناتها حاجه توب، كيما كنت تحكي انت معناتها كي يعمل تلفيت على اليمين ويسرق شويه على اليسار بعينيه باش يلقى ابطال عالم وابطال اولمبيين، وهو قداش عمره 19 سنه، معناتها كيما قلت عجبتي في الكلمه ما نطلعوش البار برشا، واحده واحده شفناه في مونديال الدوحه وليدي عمل كيف البارح، باش تعرف نجوى في الزون ميكس احنا كاعلام عمومي معناش كل لهفه نتاع اي هيت انترفيو وحط لي لا اكيد قعدت وحدي انا ما جا حد في زونيك فما مصورين اكيد كي جا قال لي ما ريكوبيراسيون خاطر العومه كانت مثيره جدا كمل الاول ورقمه والكرون، قلت اوكي فوتو، قال لي اوكي زياد معناتها هني لازم نعاونوا كاعلام زاد احنا شهيدة في التصريحات لا تلهف مزروب وكذا، هذيك تنجم تساهم نجوى اليوم في حاجه مش بعد انت تصور معناتها من غير ما تقلق الناس، واحنا زاد نفهم وزاد زياد من التقسيم تاع السباقات، او سباق ال 400 تلعب في نهار باقي اسهل، 800 راهو سباق صعيب لازم يخلي تركز، ما كانش راهو ما حلاش للنهار الثاني يعني الفينال اليوم. زياد صحيح نجوى معاك، نستناو السباق من اليوم زياد 8 متاع الليل، وانت قلت انه البارح كان سباق صعيب ياسر، يكفي بركه زياد باش نذكر انه واحد من الاسامي الكبيره ما كانش موجود في الليسته النهائيه اللي باش تلعب اليوم اللي هو صامويل شورت اللي نعرفوه احنا مع الحفناوي. صامويل شورت نسمع فيك توا، نسمع فيك مليح، انت يمكن ما كنتش تسمع فينا. مشى زياد ما عادش معانا، فمش مشكل زياد تلقاوه على امتداد اليوم على موجات مختلف الإذاعات التونسية، الإذاعة الوطنية وأيضا زملائي في إذاعة شباب وأيضا الإذاعات الجهوية. حبيت نذكر أنه سامويل شورت من الأسامي الكبيرة أيضا اللي غايبة عن السباق النهائي، عمل 7:46.83 غايب، كان هو الأولاني في فوكوكا، يكفي فقط باش نذكركم بالرقم تاعو 7:37.76، الراجل القوي هبط حتى ال 40 تحت ال 40 39 38 وصل 37، يعني انت والفورما نتاعك اليوم اذا كان جوادي في فورما ينجم ان شاء الله يجيبها، وكما قلت شويه بشويه على طفل ما نحملوش اكثر من طاقته. سباق اليوم 8 ودرجين في الليل او 8 ودقيقتين، البارح كان الموعد مع ياسمين دغفوس في سلاح الصابر، انهزمت امام المصنفه الاولى بلازيرا الفرنسيه. في التجديف ترشح خديجه الكريمي وسلمى الذوادي نصف نهائي تجديف زوجي، راو النصف النهائي نحكي بصيغه المراتب مش بصيغه التتويجات كما محمد الطيب.
من هوامش الأولمبياد السين، رغم الأموال الطائلة المرصودة ممكن باش يتم إلغاء بعض السباقات خاصة في الترياتلون، نسبة التلوث كبيرة جدا. وإحنا عنا بتبيع عنا سباق في السين، هو سباق الألف والعشر ألاف كيلومتر مع أحمد الجوادي. صورة الألعاب البارح كانت مصرية بالأساس مع ندى حافظ، المبارزة بعد خروجها من الألعاب ربحت مقابلة وانسحبت أمام البطلة الكورية. اللعبة هذه كانت حاملة في الشهر السابع وقالت أنها لم تكن هي ومنافستها فقط في المواجهة، إنما كان طفلة الصغير متاحة معها. بتأكيد التحديات والتحضيرات كبيرة في الرياضة هذية وللتاريخ باش تقعد الدورة هذية لندى حافظ. كوكو غوف هي الوحيدة الباقية من منتخب التنس الأمريكي في القرية الأولمبية. الوضع قالت أنه لا يحتمل في القرية، قالت أنه المرافق الصحية غير ملائمة لبنات الكل مشاو للفنادق. نكمل مع الألعاب الأولمبية اللي وصلنا ل 19 ميدالية تم توزيعها في اليوم الثالث، بما أنه اليوم ندخلوا احنا اليوم الرابع. 8 دول جديدة تحرز ميداليات في الألعاب الأولمبية باش يوصل العدد ل 36، وتونس هي رقم 20 على 36 دولة اللي تحتل فيها الصدارة. اليابان بستة ميداليات، ديما نحكي على معدن الذهب بما أنه الميداليات متاع البقية أكثر. فرنسا 5، الصين 5، أستراليا 5، كوريا الجنوبية 5، في انتظار انتفاضة الولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن بثلاثة ميداليات ذهبية. اليوم نستناو سليم الجماعي في الكانوي كاياك ورحاب الوليد في الرماية. من مفاجآت الأولمبياد في كرة اليد المستضيف، المنتخب الفرنسي حامل الميدالية الذهبية هزيمة ثانية. المرة هذه كانت أمام المنتخب النرويجي 27-22 مع هزيمة مصر أمام الدنمارك 30-27. باش يقعد ماتش كبير بين مصر وفرنسا، ولا أستبعد فوز المنتخب المصري. في بقية الأخبار، شوك البارح في التنس وأنه أعطتنا الفرصة أنه باش نشوفوا زوز نجوم كبار، نادال ملك الأرضية الترابية وجوكوفيتش حامل كل الألقاب. 2-0 لجوكوفيتش، لكن محليه سبور ومحليهم زوز سبورتيفيت، هذوما زوز مع بعضهم ونعرفوا التاريخ نتاعهم والعلاقة الكبيرة اللي تربطهم. 6-0 كان ممكن ياخذها جوكوفيتش، قاعد يستنى حتى 6-1 باش سجل نادال وفات المقابلة. زوز مجموعات لجوكوفيتش اللي ترشح للدورة الثمنة النهائي، وإحنا نعرفوا أنه بدنيا والأمور بالنسبة لنادال تسير نحو النهاية ونهاية المشوار. فقط هو يشارك باسم إسبانيا للمشاركة في الزوجي مع ألكاراز اللي ترشح رغم المصاعب خاصة مشاكل عضلية كانت عرض لها في مقابلته الأخيرة. الجمباز الرجالي لليابان الميدالية الذهبية في الجماعي في انتظار تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم في كرة القدم أختم بالبرنامج المنتظر، إسبانيا تلعب ضد مصر ماضي ساعتين، إسبانيا 6 نقاط، مصر وضعيتها جيدة أيضا ب4 نقاط. تقعد المجموعة الأصعب اللي كل المنتخبات فيها عندها نفس الرصيد 3 نقاط، هي مجموعة المغرب اللي تواجه العراق، وأوكرانيا اللي تلعب ضد الأرجنتين مقابلتين ينطلقوا الأربعة متاع العشية. نعود نرجع نتقابل معكم إن شاء الله في نشرة الظهر. أجمل تحياتي نجوى طالبي.